الشقيق المنتسب الأمني السيد مهند محسن. أهلا بك سيد مهند في حصاد التغيير. يعني عرضنا مناشدة لأم علي وهي تناشد رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل وإيقاف الحكم الصادر بحق علي. يعني ما هي التفاصيل؟ متى صدر الحكم؟ متى تم إلقاء القبض على علي وكل الحيثيات؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أختي العزيزة، صدر أمر إلقاء القبض بال 2007 على متهمين وفق المادة 406 والمادة 404 من قبل آمر الفوج. صدر عليهم أمر إلقاء القبض وخرجوا المفرزة لإلقاء القبض على المتهمين، وحصلت اشتباكات بين الطرفين ولاذوا بالفرار. بنهاية 2011 بال 2012 تم تقديم شكوى على ضابط المفرزة، نعم، ومن بعدها تم استدعاء جميع افراد المفرزه ومن ضمنهم اخويا بصفه شاهد. بعد التحقيق والتعذيب اتضح انه كلهم انحكموا اعدام بال 2013. طب الجميع حكموا اعدام؟ يعني ما وكلتوا محامي؟ ما هي تفاصيل؟ وكلنا محامي بس على المحاكمه، حطينا المحامي، راحت والدتي والمحامي هددوه بالسلاح وطلعوه للمحامي، ووالدتي بقت ويا اخويا. بيا سنه هددوه بالسلاح وطلعوه للمحامي؟ بيا سنه هذا الكلام؟ وين هاي؟ في مركز شرطه لو في محكمه لو وين؟ لا بالمحكمه، بالمحكمه باثناء المحاكمه بمحكمه استئناف الكوت. محكمه استئناف الكوت، المحامي ذهب للمحكمه ليدافع عن هذا المتهم، هددوه بالسلاح وطردوه المحامي؟ هددوه بالسلاح وطلع، بقى بس اخويا. اخويا ووالدتي بقت من ضمنه، وحتى والدتي ما خلوها تطب للجلسه. بعد تداعيات المساله بعد شنو؟ والدتي حكموني بالاعدام. يعني مهند، بعد شنو اللي صار؟ نعم. بعد ذلك اي بعد ذلك هو طلع اخويا بالجلسه وقال لها الوالدتي حكموني بالاعدام، والقاضي قال لي انا حكمتك بالاعدام لانه بس طلعت براءه راح يقتلوك بباب المحكمه، فخلي اهلك يوكلون محامي ويروحون بالتمييز يطلعوك. منو يقتله؟ هم نفسهم اللي المشتكين. يعني اذا انتم امامكم الان خطوه اخرى هي خطوه التمييز. التمييز قدمناه، كل ما نقدم التمييز ونفق الاوامر القاء قبض ينسحب الاوامر القاء قبض لحد ما صادقوا عليه بال 2016. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر مهند محسن شقيق المنتسب علي محسن الذي شاهدنا مناشدة والدته قبل قليل. شكرا جزيلا لك، ويبقى حق الرد طبعا مكفولا، وحق الرد مكفول، وربما للقضية أيضا حيثيات أخرى. شكرا جزيلا.